فهمي يلا يلا فهمي شد حيلك فهمي استسلام جغرافيا 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 فكر اي سقه لا السقه صار تقريبا فارق متر بينه وبين العربيه الثانيه فهمي انت لو كز... لا تستسلم لا تستسلم ايوه منافيلا يلا هي دي عربيه ميته ماتت عربيه سقه لا انت تقريبا احنا يعني فهمي انت على سرعه كام يا فهمي دي 20 ايه ده السقه طبعا قرب السقه بيقرب من خط النهايه وبيشد بسرعه ويدخل على خط النهايه وهيعدي ولازم عبر ولكن لازم برافو ويفوز السقه باول لعبه في لعبه حلقه النهارده وياخذ خمس نقط نظيفه شايف لا بس واو ريمونتادا وانما ايه اشع عليه السقه حبيب والديه يعطيكم العافيه ارتاحوا فهمي يعني الدنيا هيك وهيك حنشوف العلامات مع بعضنا ومع الجمهور احمد فهمي كان منورنا بعشر نقط نظيفه مقابل لا شيء وهلا السقه دخل بسرعه وعمل خمس نقط ايوه من هنا بقى لنا جيم اخير هو اللي هيحسم مين الكسبان ومين الخسران في حلقه النهارده عشان الجيم الاخير هو اللي هيحسم فلازم كل واحد فيهم يكون مستعد لكويس